أمر أمير المؤمنين أن يدخل الجميع إليه للوداع. دخل الجميع، الكل عند الإمام، أولاد أم البنين، أم البنين، الحسن، الحسين، زينب، أم كلثوم، الكل عند الإمام. وبينما هو كذلك صار يوصيهم الوصايا الخاصة: أوصيكما يا أولادي حسن حسين في تقوى الله، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها، وقولا الحق واعملا للآجر، وكونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. أوصيكم وجميع ولدي في نظم أمركم وصلاح ذات البين، فإني سمعت جدكم رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ثم التفت في أولاده قال: الله الله في اليتامى، لا تغب أفواههم ولا يضيع في حضرتكم، الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم، الله الله في كتاب ربكم لا يسبقكم بالعمل به أحد. يا شباب يا شابات، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلو منكم. وبينما هو كذلك نادى: فليخرج الجميع وليبقى عندي أولاد فاطمة. يلا هنا المصيبة شباب. تقول الرواية: الكل وقف، خرج من باب الدار، بقي الحسن، بقي الحسين، زينب، أم كلثوم، تجمعوا حول الإمام، آجركم الله. لكن واحد على الباب أراد أن يفتح الباب شباب، ناداه علي: إلى أين يا ولدي؟ من على الباب؟ أبو فاضل. قال: إلى أين يا ولدي؟ إلى أين يا قرة عيني؟ قال: سيدي، أنت قلت فليخرج الجميع وليبقى عندي أولاد فاطمة، وأنا أمي ليست فاطمة، أنا أمي خادمة، خادمة، خادمة لفاطمة. رفع علي يده، قال: لا لا لا، أنت عين الزهراء. أنت عين الزهراء.